فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن مرجئة الفقهاء مبتدعة، ومن قال إنهم من أهل السنة فإن قوله ضلال؟ هذا لأنه ما يعرف المبتدعة ولا يعرف الضلال، هذا مسكين. يبي الحنفية يعني مبتدعة، يبيهم ما هم من أهل السنة، من يبي يلغي الحنفية من أهل السنة؟ هذا كلام جاهل. نعم.